خدت 19 دينار وما اداني ال 20. في ثانيه واحده مجرد ان انا اديته ظهري السياره ما لقيتهاش، دعيت كده وكلام جاتي زعلت. عطت لي اكل وشرب اقسم بالله يكفيني، لو انا اكل لوحدي يكفيني شهرين، يعني الخير جنب الشر متلازمين مع بعض. بما أنه أجواء الصيف حلت ودرجة الحرارة عم تتعدى 45 درجة، خلونا ناخد واحد برد ونسأل الأشخاص اللي عم بيبيعوا برد معاناتهم بهيدا الطقس. الحرارة بتوصل أكثر من 45 درجة وإحنا قاعدين في الشارع، درجة الحرارة تبقى عالية علينا خالص. باجي من الساعة 4 بعد العصر، أصلي العصر واجي لحيت السوق ما يسكر 10:30 وبرو. والله الأيام اللي هي فترة شهر 6 وشهر 7 وشهر 8 بكل أمانة الواحد يعني بيطلع يوميته بالعافية. ليه؟ لأن الناس كلها أغلبتها مسافرة، يعني ممكن الواحد يطلع 7-8 دنانير يوميته بعد الحمد لله. يعني ممكن في اليومية 7-8 دينار يوميا. الشركة بتحتنا الأغراض وأنا أشتري منها وبيع. السكن خاص بنا إحنا مش خاص بالشركة. قديش بتدفع أجار بيتك؟ أنا والله بندفع 37.5، ده الإيجار خلاف أي صيانة للعربانة بتاعتي، بنشار غير ده برضو على حسابي أنا. بدفع أنا المنامة والسكن والأكل والشرب. الحمد لله ربنا ما قدرنا أنا وزمايلي، لأن شغلتنا ورزقنا في الحر. هذا الجو كويس بالنسبة للصبح والظهر، الجو حر عشان بنيجي بنشتغل من الساعة 4 لحد الساعة 10 ونروح بالليل. بس في ناس ساعات بتدقق على 50 فلس، بس قلال بصراحة، يعني مش كتار. وفي ناس كريمة كتير، في ناس بتاخد كدوات وتمشي عادي، جابت ما جابش عادي مش هم تكلم، يعني بتتعوض يعني الحمد لله. أكتر موقف زعلني من ساعة ما جيت الكويت بأمانة، 2 نصبوا علي، 2 كانوا راكبين سيارة جبتاهو ووقفوا في الشارع. كم حسابك؟ قلت لهم حسابي دينار. اللي واقف من ناحية أنا اللي هو جنب السايق قال لي هات لي خردة 20، طلعت من جيبي 5 و10 وبقيت 20، خصمت الدينار وديت 19 دينار، لسه ما ادانيش 20، هو خد مني 19 وخد مني البضاعة الأغراض بتاعته، راح قال لي غير البطل المية ده أنا عاوز أمتلك. خدت البطل اللي أنا ببدله له ورحت رجعت للعربانة بتاعتي عشان خاطر أبدله له. في ثانية واحدة مجرد أن أنا أديته ظهري السيارة ما لقيتهاش، هو خد البضاعة وخد 19 دينار وما اداني ال 20. في نفس اللحظه والله كنت قاعد زعلان ولما اخذت دمعت، يعني زعلت بيني ما بين نفسي. في واحده ست اشترت قاعده في السياره واشترت مني بطل مي وشافتني كده قاعد زعلان زعلان زعلان، فالمهم بتحكي معي بتقول لي مالك حجي ليش زعلان؟ قلت لها والله حصل كذا كذا كذا، راحت مطلعه 20 دينار وراحت مديها لي. انا زعلت اكثر لان انا في ناس يعني بتعمل الخير وفي ناس بتعمل الحاجات الوحشه. فده الموقف ده زعلني خلص من اليوم. بس بعده هيدا الموقف مزعلك للحين لدرجة انك دمعت؟ زعلني اه. مسامح؟ مسامح الحمد لله. دعيت كده وكلام جاتي زعلت. فالمهم راح ربنا يعني عوضني في نفس اللحظة وبنفس التو، يعني زي ما في يعني حاجات وحشة في حاجات كويسة، يعني الخير جنب الشر متلازمين مع بعض. هو بيجي يقول اديني مية اديني عصير بديله، ويقول راح اجيب من السيارة ومش ما يرجع تاني ياخد السيارة ويفر. في ناس ولاد حلال بتيجي بتعوض، ايوه عادي، يقول خد دينارين ثلاثة وزع بهم مية، وزع كرتون مية بتتعوض الحمد لله. أكثر موقف يعني ساعدني في الكويت في أزمة كورونا، اتوقفنا عن الشغل والشركة سحبت مننا العربانات عشان خاطر إيه في حظر وما نخالفش ونطلع والكلام ده عشان ما نسببش مشاكل للشركة. المهم مرينا بظروف صعبة، بعرف ناس يعني أولياء أمور علاقتي بهم كويسة وهم كويسين. فالمهم اتصلوا علي، كانوا معي رقم تليفونهم، اتصلوا علي قالوا لي عاملين إيه والكلام ده، فحكيت لهم والكلام ده. أقسم بالله بعتت لي السايق بتاعها بأغراض أكل وشرب أقسم بالله يكفيني، لو أنا أكل لوحدي يكفيني شهرين. فأنا خدت السكن وكان أبي إحنا وزملنا وكام ده، فحسيت أن الناس دي يعني إيه مش الناس دي بتعمل خير لله، مش بتعمل خير عشان خاطر مثلا كذا، يعني حسناش بالأزمة نهائي في الكويت، رغم أن قعدت 7 شهور ما اشتغلتش حاجة خالص، والله ما علت هم أن أنا أكل ولا أشرب. مطر، رطوبة، حر، من الساعة 9 للساعة 11 بالليل عم بيبيعونا البرد، يعطيهم ألف عافية.